وذلك أمام المرأة ومصلحة السلطات المفروض عليها الثار على تطبيق القانون على مستوى منحة الحريات النقابية. حينما نتحدث عن ضعف نسبة التنكرات في النقابة وخلافا لما يزعم في هذا السياق، فإن الأصل في السبب يرجع إلى المنع العملي الذي يتعرض حق الانتساب النقابي عكس ما ينص عليه الدستور والقانون، إذ أن المقاولات تعتبر النقابات سببا في توعية العمال من أجل تحسين أوضاعهم مما يشكل لها جزءا ماليا إضافيا وتنقيصا من الأرباح الذي يسعى المقاولون إلى تكديسها حتى ولو على صحة وأرواح العمال. ولنا في ذلك نماذج كثيرة، ولعل آخرها ما يعيشه إخواننا من محنة ومضايقات بالعقوبات التأديبية والتهديد بالطرد من العمل بسبب الالتحاق بالنقابة في مركز نداء ريزوليسيون كار وماجورين ومثلجات فانغواني وغيرها. على مستوى الملف المزمن لمحاولة اغتيال جوهرة الاقتصاد الوطني، فبسبب الخوصصة المظلمة وما تبعها من سوء التسيير والتفالس من قبل ملاكها، وبسبب تهرب الحكومة من مسؤولياتها في المساعدة في الإنقاذ لعودة النشاط الطبيعي، ما زالت شركة سمير متوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس 15، وما زالت لائحة الخسائر تتمدد من يوم لآخر بفقدان ما يفوق 3000 منصب شغل وضياع المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الشركة في الأمن الطاقي والتنمية المحلية وأسعار المحروقات بعد تحريرها ومراقبة الأرباح الفاحشة التي ناهزت 45 مليار درهم حتى نهاية 21. وقبل فوات الأوان واستحالة الوصول للحل الذي يؤمن مصالح وحقوق الجميع وتبعا لكل ما تقوم به نقابتنا بشكل مباشر مع السلطات المعنية ومن خلال تشبيك النضال مع المجتمع والشعب في إطار الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفات مغربي للبترول والجبهة المحلية لمتابعة أزمة سمير، فإننا نؤكد المطالبة أولا بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفات المحمدية عبر تشجيع الخواص الاستثماري أو تفويت لحساب الدولة، وأن المغرب اليوم في أمس الحاجة لعودة شركة سمير إلى المنظومة الطاقية الوطنية من أجل استرجاع المكاسب المفقودة، ولا سيما في رفع المخزون الوطني من المواد النفطية وخلق شروط التنافس للقضاء على الأسعار الفاحشة وكسر التفاهمات القائمة في السوق. ثانيا المحافظة على مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة ومعالجة الأوضاع المجرية لما تلقى من المستخدمين الرسميين بالشركة من خلال توزيعهم بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية عبر صرف كل الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وأداء الاشتراكات في التقاعد واسترجاع كل المكاسب الاجتماعية واستجلاء مصير الشركة والخروج من دائرة الإذن المؤقت لاستمرار النشاط الذي لا يسعف على وضوح الرؤية وعلى تدبير المستقبل المهني. وعلى مستوى الفشل الذريع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واستخالة عامل عملة المحمدية، فبقدر ما نحرص على تدبير النزاعات المهنية داخل المقاولات وتشجيع الحوار المباشر بين المقاولة ومثل الأجراء، نكون مضطرين في بعض الحالات لعرض الأمور على مسطرة البحث والمصالحة المنصوص عليها في مدونة الشغل. وإن كانت المندوبية الإقليمية للشغل تحرص على إنفاذ المقتضيات القانونية في الوساطة وذلك رغم محدودية مساحة تدخلها، إلا أننا للأسف الشديد نعيش المحن في اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لكون العامل الحالي يرفض ترأس أشغالها رغم النص القانوني الواضح في ذلك، ولكون مصالح العمالة لم تتوفق في الوصول لحل النزاع من النزاعات المعروضة عليها حتى الآن. وبسبب ذلك تم إغلاق شركة محمدية شوز وتم طرد العمال وتم طرد المنتسبين النقابة في شركة كازابيلا حتى يستمر رجل رب المعمل في الشغل خارج القانون، وحتى أن ملف شركة النظافة لم يحرك فيه ساكن على الرغم من أن العمالة وصية على المجلس البلدي الذي أجهز على مكاسب عمال نظافة في التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية
وترسيم المؤقتين. وفي هذا السياق ما زلنا نطالب باستئناف البحث والمصارعة على مستوى العمالة ودعوة إدارة شركة النظافة والمجلس البلدي من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد للعمال مكاسبهم المسلوبة ويفسح الحوار حول الملف الطلبي بغاية تحفيز العمال على أداء واجبهم في تأمين نظافة المدينة وترصيم الإخوة المؤقتين. ومن جهة أخرى نطالب تحمل العمالة لمسؤوليتها في تنظيم النقل بالمدينة والتجاوب مع مطالب الخاصة لأصحاب التاكسي الكبير والتاكسي الصغير والتخفيف من الأعباء التي يتخبطون بها بعد اشتعال أسعار الغزوة. وفي الأخير أخواتي إخواني نحييكم من جديد على حضوركم معنا وعلى دعمكم ومساندتكم لنظرات الطبقة العاملة ونعاهدكم على مواصلة النضال والصمود رغم الصعوبات المتعددة. وعملنا الكبير هو بناء مغرب الحرية والكرامة وبناء الوطن الذي يتسع للجميع ويسمو فيه القانون على الجميع وبدون زواج للسلطة مع المال لبناء الديمقراطية الحقيقية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتؤسس بمتطلبات التنمية الشاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيدي الكرافات، حيدي الكرافات. أخواتي إخواني، إذن أخوات الإخوة، بعد كلمة المكتب التنفيذي وكلمة المكتب الكونفدرالي الإقليمي بالمحمدية، أدعوكم أخواتي إخواني لأن تنطلق مسيرتنا. دريس تنطلق مسيرتنا بالترتيب التالي. إخوان ديال التاكسيات، أدعو الإخوان ديال السيارات الأجرة باش يديماريو ويتحركوا ويزيدوا يتحركوا. المسار ديالنا غيمشي عبر الشارع تاعنا. عندنا هنا غادي تازي ما راكبش غيطيح ليا القنطره شارع سلسه عبد الرحمن السرغيني وصولا للمحكمه الابتدائيه. خاصك تسمع مني، هذا هو المسار ديالنا. ولكن الاخوان ديال التاكسيات اذن ينطلقوا باش نوض دغيا. ينطلقوا الان، تسمع مني اليمين غيكمل. خاصك نجي نطير. الاخوان ديال سمير يكونوا خلفهم، ولكن قبل الاخوان ديال سمير ادعو الاخوان اللي في المنصه الضيوف باش يكونوا في مقدمه المسيره. هادو الضيفان ديالكم قولوا لهم يزيدوا القدام. تفضلوا الاخوان عافاكم. هاد الضيوف هما ممثلين الهيئات السياسيه والديمقراطيه الحاضره والجمعويه الحقوقيه وبعض شيوخ ومؤسسي الكونفدراليه اللي حاضرين معنا. يتفضلوا مرحبا بالجميع. تفضلوا في البدايه ديال المسيره يخليو غير الطاكسيات يزيدو شويه قدام. هيدي هذاك عندك غادي يطيح لك. غنمشي نجيبها. بعدا سير جيبوا لي صافي. الضيوف الاخوان ديال سمير. بعد الضيوف الاخوان ديال سمير ثم الاخوان ديال سناب. قطاع اذا ديال البترول والغاز. سمير وسناب. اخوان ديال كوما ميسي. مورا الاخوان ديال سمير وسناب. كوما ميسي. اخوات والاخوة ديال الطام زيدوا شدوا التراك شويه لهيه. مورا الناس ديال كوما ميسي، ما تكونوش قدام اللافته ديال كوما ميسي. مورا بينغوان، اخوان ديال بينغوان. مورا تبارك الله عليكم. واش كلشي مقلاصي مزيان اخوان ديال بينغوان؟ اذا مورا هاد الاخوان ديالكم والاخوات ديال الطام سيروا موراهم. ها هما حداكم. الماباك هذا غنوقفوا دابا. هذا سمع الماباك باش يسمع الصوت. سير سير. الماباك مورا بينغوان. بعد قليل بث مباشر. الاخوان ديال مركز النداء ريزوليسيون كول. ريزوليسيون كول بعد قليل ريزوليسيون كول من بعد